مشاهدينا اهلا بيكم وفقره جديده مع ماسي احلى. يمكن ماسي دور جولد بقى حديث ناس كتير جدا، بيشغل تفكير ناس كتير جدا سواء كان سيدات او رجال كبار وصغيرين. خلونا النهارده نعرف تفاصيل عنه اكتر مع دكتوره دينا ابو سعود مديره طبي لمجموعه شركات ماسي فارم. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا رؤى؟ نوره الدنيا. انت نورك يا حبيبه قلبي. عايزين نتكلم شويه عن ماسي دور جولد، بما ان ناس كتير جدا لغايه دلوقتي بتسال عن ماسي دور جولد، بالرغم ان احنا يمكن طلعنا حلقات كتير واتكلمنا عن ماسي. ازاي ماسي دور جولد يصغر في سن البشره شكليا 10 سنين؟ ماسي دور جولد يقدر يصغر 10 سنين في الشكل طبعا بمقارنه ماسي دور جولد الفعاله، ان ماسي دور جولد الوحيد اللي فيه 56 عنصر. بالمشاكل اللي يقدر يعالجها ماسي دور جولد بطريقه النانو، او ماسي دور جولد متصنع بطريقه النانو اللي هي احدث طريقه لتصنيع مستحضرات التجميل. ان ماسي دور جولد ليه سر تركيبه معينه، ان ماسي دور جولد متصنع في ايطاليا، وكلنا عارفين ان ايطاليا بلد الموضه والكوزماتكس. اكيد لما كل العوامل دي تتجمع في منتج اتعمل في 6 سنين، ما اتعملش في شهر او 2، اكيد منتج ماسي دور جولد في الصداره. منتج ماسي دور جولد عامل طفره كبيره جدا، يمكن ما بقعدش في حته غير ما بسمع على طول ماسي دور جولد في كل حته، في الكافيهات وفي البحر وعلى البيتش وفي الساحل، في كل حته فعلا. لو وبالذات السيدات، يمكن طبعا على طول بقول ماسي دور جولد مناسب للرجال، ماسي دور جولد رجال كتير بتستخدمه، بس فعلا كل عادات الستات، كل عادات البنات كتير بقى، اهم حاجه عندهم دلوقتي بيتكلموا ماسي دور جولد، ماسي دور جولد. ففعلا ماسي دور جولد في الصداره. الاهم عوامل ماسي دور جولد المكونات. خلينا نتكلم شويه كده عن مكونات ماسي دور جولد. مكونات ماسي دور جولد من اهم مكوناته الذهب. الذهب مهم قوي لان الذهب بينشط الدوره الدمويه، الذهب بيزيل الخلايا الميته، الذهب بيحفز على انتاج الكولاجين، الذهب يقدر يعالج التجاعيد. ماسي دور جولد بيحتوي على كافيار، الكافيار لا يقل اهميه عن الذهب لان الكافيار كله امينو اسيد، كله انتي اوكسيدنت، بروتينات، احماض امينيه. الكافيار يقدر يفتح جدا لون البشره. ماسي دور جولد بيحتوي على السيراميد، السيراميد ماده مهمه جدا تقدر تمنع التهابات البشره وتقدر تشد الجلد. ماسي دور جولد بيحتوي على الكولاجين، على الفيلر، ماده الهيلورونيك اسيد، كمان بيحتوي على ماده بتشتغل زي البوتوكس اللي هي اسمها اسيتال هيكسابيبتايد. ماسي دور جولد بيحتوي على سان بلوك، الماده اسمها تيتانيوم دايكسايد، كمان ماسي دور جولد يقدر يحمي من اشعه الشمس الضاره. ماسي دور جولد بيحتوي على مواد كتيره جدا، يمكن منها الجليسرين ومنها السيليكون اويل، يمكن هي دي اهم مواد ماسي دور جولد. يعني انا اختصرت 56 عنصر في المواد الفعاله جدا جدا لماسي دور جولد. ما استخسرتوش في ولا حجم العبوه ولا المكونات الغاليه دي. يعني الذهب، الكافيار، يمكن دي من اغلى المكونات الموجوده على مستوى العالم في كل حاجه، في كل حاجه، في الاكلات كمان. بالظبط. ما استخسرناش خالص. ماسي دور جولد فيه اغلى وافخم واهم المواد الفعاله. ماسي دور جولد كتير بيقولوا لي ليه يا دكتوره دينا شركه ماسي فارما ما عملتش عبوات صغيره؟ ايطاليا او المصنع في ايطاليا هم اللي صرحوا قالوا ان 120 مللي هي اللي بتعالج مشاكل كتيره جدا في البشره، هي اللي تقدر تصغر في سن البشره شكلين 10 سنين، فلازم ناخد الكورس كامل 120 مللي. لو اتعمل في 30 مللي 40 مللي هيدي نضاره عاليه قوي طبعا، هيدي رطوبه عاليه جدا، لكن احنا بنتكلم في مشاكل كتير قوي عايزه تتعالج، فلازم تتعالج بكورس 120 مللي. طب خلينا الاول قبل ما نتكلم عن العلاجات نتكلم شويه عن النضاره. تاثير ماسي دور جولد ايه من اول ضغطه؟ ماسي دور جولد من اول ضغطه بيدي نتيجه حلوه قوي، بتحسي بشويه سخونيه، بتحسي بشويه لسعان بسيط، بتقعد السخونيه دي بتقعد من دقيقه لدقيقتين او ثلاثه ماكسيمم. وقتها بتشوفي نضاره فظيعه في بشرتك، وقتها بتشوفي وش بينك، وش كله روزي لوك، اكنك حاطه بلاشر وانت مش حاطه غير ماسي دور جولد فعلا. النتيجه دي مع كل مره بنستخدم فيها ماسي دور جولد، مش بس اول مره. زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي. اكيد اكيد. زي ما احنا شايفين على الشاشه، اول ما الموديل حطت ماسي دور جولد وشها نور، ما كانتش حاطه ميك اب خالص، واضح ان هي كانت بيل شويه. اول ما حطت ماسي دور جولد الدمويه جريت في وشها فعلا، ادت نضاره عاليه قوي. على طول بقول ماسي دور جولد مع استخدام ماسي دور جولد فعلا بعد فتره مش هنحتاج ميك اب اطلاقا. طب قولي بقى الدمويه دي واللون الفظيع قوي ده مش بس للبشره البيضاء، عشان الناس اللي بيقولوا ده بشرتها بيضاء الموديل بينور وشها كده، بالعكس الخمريه، الخمريه بيدي لوك فظيع. انا بشرتي خمريه وبيدي ماسي دور جولد معايا نتيجه فظيعه. بحبه جدا على البشره الخمريه، يمكن احنا المصريين بشرتنا خمريه اكتر. ماسي دور جولد بيدي نتيجه مبهره لكل الوان البشره، مش بس البيض، البيض والسمر بيدي لون جولد يجنن. ماسي دور جولد بيدي فعلا النتيجه دي مع كل انواع البشره وكل انواع البشره. يعني مهم قوي ان اقول ان ماسي دور جولد مناسب للبشره الجافه،
مناسب للبشره الدهنيه ومناسب للبشره الحساسه والمختلطه. هو احنا حلوين بس هو ايه بيبرز الجمال زياده شويه. هو اكيد ربنا خلقنا كلنا جمال، يعني ربنا بيحب الجمال وخلق خلقنا في احسن تقويم. مهم قوي ان احنا نحافظ على جمالنا اللي اتخلقنا بيه اكيد. طيب احنا معانا تقرير سريع هنروح نشوفه ونرجع لكم مره ثانيه، انتظرونا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ورجعنا مره ثانيه مشاهدينا بعد التقرير، عايزين نتكلم بقى شويه دكتور عن العلاجات. السكس اكشنز الموجودين في القلب. السكس اكشنز يعني اهم المشاكل اللي يقدر يعالجها ماسي دورو جولد. في المقام الاول انتي رينكل، ماسي دورو جولد محارب للتجاعيد من الدرجه الاولى، انتي ايج محارب لشيخوخه البشره، وايتنينج ماسي دورو جولد يقدر يفتح لون البشره، يعني يقدر يعالج هالات سوداء، نمش، بقع، كمان الكلف. ماسي دورو جولد موسترايزنج بيعمل رطوبه عاليه جدا. ماسي دورو جولد ليه اكشن مهم قوي النضاره من اول دهنه، يعني بيعمل نورشنج من اول دهنه. كمان فيس ليفتنج يعني يقدر يشد اي ترهل في البشره، اكيد الترهلات البسيطه. عايزين نتكلم شويه بقى عن التراخيص والشهادات. التراخيص ماسي دورو جولد اول حاجه مترخص من وزاره الصحه المصريه، كمان مترخص من الاتحاد الاوروبي، كمان مترخص من حكومه دبي. امن جدا للاستخدام، ملوش اي سايد افكتس بالنسبه للسيدات الحوامل، بنستخدمه بعد الشهر الثالث. وهو مش موجود غير من خلال الارقام اللي على الشاشه. يعني اي حد بيتفرج علينا من الساده المشاهدين عايز يحصل على منتج ماسي دورو جولد يقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، مش هنلاقيه في الماركت خالص. بيوصل في قد ايه بقى؟ يعني لو حد من بره مصر بيوصل له في قد ايه؟ في دبي برضو، في الامارات، في مصر المحافظات نفسها؟ مهم قوي، كويس كنتي قلتي الامارات، لان شركتنا ماسي فارم جلف طبعا شركه مقامه وارقامها ظاهره على الشاشه. اي حد من اشقائنا العرب وحبايبنا عايشين في الامارات يقدر يحصلوا على ماسي دورو جولد دايركت من هناك. او حتى دول الخليج. في مصر طبعا في جوه القاهره في نفس اليوم، جوه اسكندريه في نفس اليوم، لو محافظات بعيده شويه زي الصعيد لان بيطلب في الصعيد كتير جدا. وكل محافظات مصر لو بعيده شويه ماكسيمم 24 ساعه. دكتوره دينا ابو سعود المديره الطبيه لمجموعه شركات ماسي فارم نورتيني حبيبتي، ميرسي النهارده، ونكمل في حلقات جديده. مشاهدينا كده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله.